وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الناصرة نظير مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد نظير. ويعني الصراع المتعلق بالغرف المغلقة أصبح الآن يظهر إلى جميع الناس علنا، ما هي دلالة هذا الأمر؟ مرحبا بك أستاذ محمد وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. أصحيح أن هنالك جذور عميقة وقديمة لهذا الصراع بين نتنياهو وبين الأجهزة الأمنية يعود إلى سنة 2011. منذ ذلك الوقت وعندما اختلف نتنياهو مع قيادة الأجهزة الأمنية حول ضرب إيران، هو ووزير الدفاع في ذلك الوقت أهود براك كانا يؤيدان الضربة، وهم توقفوا صفا واحدا جميعهم ضد هذه الضربة، وكذلك الولايات المتحدة، بل قاموا بتسريب الخبر إلى الولايات المتحدة وفعلت ضغوطها لكي تمنع نتنياهو من هذه الحرب. في ذلك الوقت بدأ نتنياهو يوجه حملة مدروسة أقام لها جهازا خاصا لمهاجمة الجيش ومحاولة التقليل من أهميته وهيبته في المجتمع الإسرائيلي. هذا الخلاف تفاقم قبل الحرب بفترة عدة شهور مع قيام هذه الحكومة الجديدة، لأن الحكومة حاولت أن تحدث انقلابا في منظومة الحكم وفي الجهاز القضائي، والجيش وقف سوية مع الدولة العميقة والمعارضة ضد هذا التوجه عند نتنياهو، فهنا بلغ الأمر أوجه. وعندما بدأت الحرب وتبين أن هنالك إخفاق أمني وسياسي واستراتيجي كبير، بدأت معركة، الجيش يحمل نتنياهو المسؤولية ونتنياهو يحمل الجيش هذه المسؤولية، واستمروا في هذا الخلاف، واليوم يصل إلى أوج جديد عن طريق الخلاف في قضية الأسرى. الجيش يقول أن هنالك أمور يستطيع أن يتقبلها لكي ينجح هذه الصفقة ويطلق سراح الأسرى الإسرائيليين، بينما نتنياهو لا يريد أن يسير في هذه الصفقة، ولذلك يدخل في مواجهة مع الجيش حتى في قضايا أمنية دقيقة وحساسة ولا يستطيع أحد أن يقرر فيها إلا الجيش. والأمور التي تفضلت باقتباسها أستاذ محمد عن الاجتماعات مع عائلات الجنديات الأسيرات في السجون في سجن حماس، قال نتنياهو لهؤلاء العائلات عندما قالوا له الجيش يقول أنه لا توجد مشكلة في فيلادلفيا يستطيع أن ينسحب، فقال لهم أنا لا يهمني ما يقوله قادة الجيش والأجهزة الأمنية، لا يهمني إن رئيس حكومة يقول هكذا عن جيشه وأجهزته الأمنية، هذا يدل على أن هنالك مشكلة كبيرة عميقة وهو ساحقة في المفاهيم، وهذا يدل على أزمة كبيرة في الحكم في إسرائيل.